السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أحسن حاجة من هذه الدنيا الله تعالى يكون راضي علينا. وقد مرة دكتور كان كتجي لي هدايا واحد القضية كنقول يعني المهمة ماشي الفقر، الفقر ماشي يعني واخا هو واعر صعيب ولكن يعني هو ماشي بحل المرض، يعني إذا تلاقى عليك الفقر والمرض راه شي حاجة اللي كتألمك بزاف، واخا هادشي الله سبحانه وتعالى اللي كيعطينا وكيعرف الصبر ديالنا، ولكن بحال اللي كتحس بواحد الآلام كتقول أنا مريضة باش غنمشي عند الطبيب، أنا ديما دكتور مريضة وما عنديش باش نمشي عند الطبيب، والله ما عندي باش نمشي عند الطبيب، دابا شحال من حاجة واقعت ما نقدرش نمشي عند الطبيب، دابا أنا المعدة قاتلاني، لما صراوش واحد الفاني تاع المعدة اللي كتبقى لي حتى جغمة ديال يعني رغم انك اللي تاغا دير لي الحرقه غنمشي حاجه كدكتور باش نرجع يعني ما تبقاش هي شي حاجه. الله يشافي يا رب. خاصني نصبر يعني عندي الاعصاب وليت كنعاير وليداتي وحتى الحلف دكتور بغيتك تفسر لي الحلف ملي كنحلف حاكا بناتي كيضاربوا ولي طافوا كنحلف عليهم كنقول والله ما تبقى فيكم يعني ملي كنشوف بنات يلعبوا داك الشيء ما كنقدرش نجي نضربهم، بعد مرات كنضربهم بعد مرات كنصافي ماشي مشكل، وبغيت غير نعرف هذا الشيء واش ثاني عاد شي ايتم ولا شنو يعني مع الاعصاب. واخا لالا ام محمد شكرا لك لالا الله ينورك من الله ويزيدك الله حماس في حماس، والحمد لله انت مرضيه ومهديه وربي غادي يعاونك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لالا ام محمد الفقر كما الناس كيخافوا من الفقر، الفقر المادي حاله سهل، أخطره منه هو الفقر المعنوي. اللي عنده فقر الإيمان أو فقر الأخلاق أو فقر الإحساس بالآخرين هذاك هو الفقر الخطير جدا. أما الفقر المادي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احشرني مع الفقراء، وبشر بأن الفقراء سيسبقون الأغنياء يوم القيامة بخمسمائة سنة يدخلون الجنة. حتى كان بعض الأغنياء يقول يا ربي إن فقراء إليك، هو غني يقول يا ربي المال أنا غني المال في يدي أما قلبي فهو فقير إلى الله، باش يتحشر مع الفقراء يوم القيامة ويفوز بديك 500 سنة قبل بدخول الجنة. لكن فعلا معاك يكون إنسان مريض وكيكون محتاج إلى الدواء هو فقير. الحمد لله احنا في بلادنا الوضع ليس بالسوء اللي كيصوروه بعض الناس، هناك فئات كتصور الوضع في المغرب بسوء خصوصا قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع القضاء، قطاع التشغيل، ليس بهذا السوء، الحمد لله كاين الخير، ما نكذبوش، ياما مشينا للمستشفيات عمومية على بغتة وكتلقى الحمد لله الخير موجود، كتلقى حسن الاستقبال، كتلقى الممرضات كيقوموا بالواجب، الطبيب هز فوق الطاقة ديالو، كتلقى كل واحد كيقوم بالمجهود ديالو. لكن المشكل كيبقى الاكتظاظ، والمشكل الأكبر هو الميزانية المرصودة لوزارة الصحة في بلادنا ضعيفة. فنطالب ان المسؤولين انهم واحد التوازنات في الميزانيات. كاين هناك قطاعات ماشي حيويه وفيها ميزانيه ضخمه، قطاعات في الرياضه، في الفن، في الثقافه، الثقافه بين قوسين هي عندها داكشي قليل، ولكن في الفن عموما وفي الرياضه هذه واحد المجالات هي حيويه ومحوريه ومهمه للغايه في المجتمع، لكن كاين بعض الجهات عندهم تضخم في الميزانيه. فحبذا بإرادة سياسية قوية نخضم لهذا التضخم ونوضعه في القطاعات اللي هي محتاجة بحال الصحة والتعليم على وجه الخصوص والتشغيل. إذا كان التعليم وكانت الصحة والتشغيل بلادنا ولات الحمد لله ممتازة للغاية. فنطلب الله سبحانه وتعالى يسهل ويفتح الأبواب، واللي بغى ربي يغني من فضله يشافيه من عنده. لكن بعض الصلاة يقول يا ربي شافينا من عندك، ما توصل للمصحة ولا للطبيب ويحفظك الله، ما توصلش للطبيب وما توصلش للمحكمة، ربي يغنيك من فضله. كتوفر الفاتورة ديال الطبيب والفاتورة ديال المحامي وديال المحكمة، ها انت وليتي من الأغنياء. أسأل الله الواحد الأحد لالا أم محمد أن يشافي أمك ويرزقها صحة وعافية. نسأل الله تعالى أن يشافيها ويعافيها في المنام ويطبها وهي نائمة، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. تحية كبيرة لالا زهور من طنجة. لالا زهور من طنجة فعلا صديقة البرنامج. لالا زهور والدة 13 ديال الوليدات تبارك الله مكفوفة
وعندها واحد الروح إيجابية، وكان دائما تتحفنا بكلام جميل جدا، وكنا دائما كنساعدوا بها. لالا زهور اللي الكلام ديالها خلى السلطان المحبوب جلالة الملك حفظه الله ورعاه انه غادي يبعثها الى الحج، ومشات ادت الحج مجانا ورجعت واستقبلنا في الاذاعه بواحد الزفاف، واحد العرس جميل. ولكن يبدو ان لالا زهور عندها بعض الظروف صعيبه، طلب الله يفرج عليها. هي الان شويه مريضه، الله يشافيها ويعافيها ويداويها. وكتمنى لك في الاستماع انها تفاجئنا بمكالمه غنفرحوا بها جميعا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.